يعد إجماع ناكاموتو قاعدة في العديد من سلاسل الكتل التي تسمح للعقد بالتقدم في حالة دفتر الأستاذ بطريقة لا مركزية. لكل كتلة جديدة من المعاملات تصبح العقدة الأسرع في حل لغز التشفير هي العقدة الرائدة، ويسمح لها بإضافة الكتلة التالية. إن احتمالية حل هذا اللغز تتناسب مع القوة المستثمرة. يسمى نموذج الإجماع هذا إثبات العمل. في بروتوكولات إثبات الحصة يتم اختيار القادة بناءً على رأس مالهم الرهان. يعاني كلا النموذجين المتفق عليهما من ثلاث مشاكل رئيسية، ويجب مكافأة القادة، مما يؤدي إلى ارتفاع الرسوم أو التضخم. يمكن للقادة أن يتسللوا إلى معاملاتهم على رأس قائمة الانتظار لتحقيق مصلحتهم الخاصة. يمكن لقائد واحد فقط في كل مرة إضافة كتلة، مما يحد من إنتاجية المعاملات. الحل هو تقديم أيوتا بإجماع ناكاموتو بدون قيادة بنقطة صفر. يعتمد نموذج الإجماع هذا على تعاون لجنة من عقد التحقق. يعتمد هذا على ثلاث آليات رئيسية يمكن إضافة الكتل والتحقق من صحتها بالتوازي بواسطة كل عقدة. يتمتع كل مدقق بقوة تصويت معينة ناتجة عن التوقيع والتفويض. في حالة الإنفاق المزدوج تفوز المعاملة ذات وزن الموافقة الأكبر. لذلك في إجماع ناكاموتو الذي لا قائد له تم استبدال إثبات العمل بإثبات الحصة المفوض. جعل الشبكة أسرع وأكثر إنصافاً وقابلية للتطوير وكفاءة في استخدام الطاقة.